أكثر من 40 عاماً مضت على تأسيس هذه الوحدة الصحية في منطقة باتيس قبل أن تكون واحدة من المناطق التي تعج بكثافة سكانية عالية، الأمر الذي ضاعف من مستوى الجهد المبذول وجعل من الوحدة الصحية عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل اللائق. المفروض تكون مركز صحي، لأن عدد سكان باتيس حوالي 20,000 مع المناطق المجاورة، والدعم اللي يعطونا التشغيلية 5,000 ريال. 5,000 ريال إيش تجيب له 5,000 ريال؟ بكادر صحي من المتطوعين الشباب تعمل هذه الوحدة الصحية مقدمة خدماتها للمواطنين الذين يعولون على ما يتم منحهم إياه من أدوية ومستلزمات طبية من قبل المنظمات المانحة. في أيام القاعدة في عام 2011 كان كل المناطق مغلقة، كان كل الناس تجي لهذه المنطقة إلى الوحدة الصحية. إلى جانب افتقارها لكادر طبي متخصص، تفتقر أيضا إلى الأجهزة الطبية الضرورية ليجد المرضى أنفسهم مضطرين للتوجه إلى المستشفيات في المدن الأخرى لتلقي العلاج. نرجو من جهات الاختصاص ممثلة بمكتب الصحة في المحافظة بالنظر إلى هذه المنطقة، كونها يعني حوالي في الشهر يعالجوا حوالي 800 حالة تصل، يرفع في كشوفات الوحدة الصحية تصل إلى 800 حالة إلى 700 حالة. تزايد الحالات المرضية وعجز المرافق الصحية عن تقديم المساعدات الطبية يزيد من خطورة تأزم الوضع الصحي ويضاعف من معاناة المواطنين في هذه المنطقة. أكثر من 80 حالة مرضية يوميا تستقبلها الوحدة الصحية في باتيس، ولكن على الرغم من هذا يغيب عنها اهتمام وزارة الصحة ومكتبها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.